السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة عالم سعاد المتنوع. على بركة الله نحضر اليوم مع بعض ساندويتشات أو خبيزات محشيين بالدجاج والجزر. على بركة الله نعطيكم المقادير وطريقة التحضير. هنحتاج هنايا 500 غرام ديال الطحين الأبيض، عندي هنايا كأس ونص ديال دقيق القمح الصلب، عندي هنايا نص كأس ديال الزيت، عندي معلقة ديال السكر سنيدة، عندي هنا معلقة ديال خميرة ديال الخبز، معلقة صغيرة ديال الملحة، عندي هنا معلقة ديال السكر سنيدة، وعندي معلقة ديال حليب نيدو البودرة، عندي جوج معلقة ديال الخل، وعندي خميرة من 8 غرام. نبداو على بركة الله في طريقة التحضير. هنايا حطينا خميرة 8 غرام، كنزيد عليها هنا الزيت ومعلقة السكر، معلقة الخميرة، كنزيد هنايا معلقة ديال الحليب النيدو، وكنزيد هنا الملح طبعا على حسب الذوق. كنخلطوا المقادير كاملة مع بعض. عندي هنا المدافي باش نعجن العجينة ديالي. بسم الله على بركة الله. كنعجن العجينة ديالي، ضروري ندلكها مزيان ونخليها ترتاح واحد نص ساعة حتى 45 دقيقة تيتضاعف الحجم ديالها، وغادي ندوز نشكلها معكم كويرات. كنخلط العجينة ديالي، وفي الآخر العجين غنزيد شوية ديال الخل الأبيض باش كيصحح لينا العجين وكيعطيها واحد الهشاشة كتجي رائعة. المهم غنستمر في العجن العجين ديالي وغنتركها ترتاح باش يتضاعف الحجم ديالها، وغادي نشكلها كويرات. هنا زدنا الخل، كيجيو خبيزات رائعين رطبين. تقدروا تحضروا من وليداتكم المدرسة، كتشاركوا مع الأهل والأصدقاء. نتمنى يعجبكم الفيديو، تابعوه للآخر. هنا راه كندلكو العجينة ديالنا مزيان كيف ما كتشوفوا في الفيديو، ونغطيها ترتاح. هنا كنغطي العجين ديالي بكيس نايلو شفاف، كنغطيها وخليها ترتاح، وندوز معكم بطريقة تحضير الحشو ديالنا. هنا عندنا صدر ديال الدجاج مقطع قطع صغيرة، عندي بصلة صغيرة محكوكة، عندي هنا العطرية، ملح على حسب الذوق، عندي نص معلقة ديال الفلفل الأسود أو الإبزار، نص معلقة ديال السكينجبير، وعندي توم وبودرة. غنحتاج هنا مع جوج معالق ديال زيت الزيتون وزيت المائدة مخلطين، عندي هنايا جزرة محكوكة. مهم غادي نخلط الخليط ديال الدجاج مع البهارات تيتجانس مع بعض، غنحطو على نار هادئة تيطيب عندي الدجاج مزيان. بعدها كنزيد عليه خيزو او الجزر كيف ما كتشوفوا، بدا كيطيب عندي الدجاج. هنا رزت شويه ديال الكركم باش يعطي شويه اللون، وزدت شويه ديال الزعتره باش تنسم لينا الخليط ديالنا. هنا رزت الجزر المحكوك، عندي حبه واحده متوسطه ديال الحجم. المهم الحشوه ديالنا غطيب مزيان وخليها تتبرد، وغندوزو نحضر كويرات ديال العجين ديالي بعد ما تخمر، وغنبداو نحشيهم مع بعض. هنا
نجهز كويرات ديال العجين كيف ما شايفين في الفيديو. هنا راه الخميره العجين عفوا خمرات عندي مزيان، غنديرها على شكل كويرات ونسرحها بالدلاك عندي ونبدا نحشيها بالحشو اللي حضرنا مع بعض من قبل. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، جربوه مع الاهل والاصدقاء باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. أتمنى الخبيزات يعجبوكم، جربوهم للأطفال المدرسة، كيصلحوا مع الشاي والقهوة ديال العصر، صراحة كيجيو بنان ولداد. المهم احنا كورنا العجينة ديالنا، نبدا نطلقها واحدة بوحدة ونبدا نحشيها بالحشو ديالنا اللي حضرناه من قبل، وكنزيد عليها شرائح ديال الجبن ديال الساندويتش باش كتعطيها واحد التعليكة من الداخل. هنايا هي الحشوه عندي انا بردات مزيان، ونبداو نحشيو الساندويتش ديالنا كيف ما شايفين، تقريبا جوج معلقات ديال الحشوه في كل الخبيزات عندنا. غنزيد على هنايا الجبن الساندويتش قطعتها مربعات. هنايا غنطوي الاجانب ديال الكويرات ديالنا باش ما نديرهمش يعني غلط، هم حافظين على داك الفراغ الداخل ديالهم كيف ما كتشوفوا. هنا يرى كنبسط العجينة ديالي ونحطها في الطاوة ديال الفرن ونستمر نفس الطريقة نكمل الكويرات ديالي. ونزيد نعاود واحدة اخرى باش يكون الفيديو واضح للجميع كيف ما كتشوفوا. كنستمر في حشو الكويرات ديالي، نكمل باقي الكويرات اللي عندنا. هنايا راه نعاود نغطيهم شويه باش يخبروا لي تاني، وغادي ناخذ السكين يكون حاد ونفتح هذوك الفتحات في الخبيزات ديالنا، وغادي ندهنهم شويه ديال الزيت من الوجه، ونحط عليهم شويه ديال الزنجلان وندخلهم فران مسبق مشعل على درجه حراره 170 او 180 كيتحمر عندي الخبيزات ديالي، وغنوريكم الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. كيف ما شفتوا هما جاهزين عندنا. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوه ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا من داخل، كيجيو رائعين رطبين وهشاش كيف ما شايفين، العجين ديالهم رطبه مزيان. بصحه والراحه، وان شاء الله الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله ومع السلامه.